مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. كثير ما بيثير احمد حسن وزينب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بخرجاتهم المتنوعة، وخاصة مؤخرا فسمعنا اكثر من خبر باسبوع واحد فقط، وكل خبر كان مفاجئ عن التاني. اولهم الحكم عليهم بالسجن، ثانياً إطلاق سراحهم، ثالثاً عودتهم للسوشيال ميديا وزينب بالحجاب، وأخيراً زينب حامل. نعم نعم سمعت صح، زينب حامل. أنا أسعد إنسان في الدنيا بالخبر ده. هاي مو أول مرة نسمع فيها أنه زينب حامل، فأول مرة لما كانت حامل ببنتهم آيلين الأولى قبل أكثر من سنة، وقبل شهر لما كانت حامل بتوأم ولكن فقدتهم من بعد دخولها للمستشفى بعد تلقيها لخبر وفاة والدها. تيام بس والد زينب توفى، زينب دخلت المستشفى وسقطت، ومفروض كمان يومين هتعمل عملية تنظيف. إلا أنه زينب وبعد أشهر قليلة كمان رجعت وهي حامل، والخبر تداول عدد كبير من المتابعين بعد ما نشر أحمد حسن صورة على إنستغرام وكتب ربنا يحفظك أنت وآيلين واللي في بطنك. فهالخبر صدم عدد كبير من الناس، بينهم اللي صدقوا وباركوا لهم وبينهم اللي ما صدقوا وأخذوا الموضوع بسخرية. ووصلتنا مجموعة من التعليقات بآخر بوست نزلناه على حسابنا على إنستغرام، اللي مو متابعنا يتابعنا. وانتو شو رأيكم؟ اكتبوا لنا رأيكم بخانة التعليقات. فالتعليقات السلبية اللي عم بيواجهها أحمد حسن وزينب ما عم تخلص أبدا، رغم أنهم نزلوا بوست وفيديو أعلنوا فيه أنهم رح يبلشوا بداية جديدة وصفحة بيضاء. الفترة الجاية هتشوفوا أحمد حسن وزينب ناس تانية خالص غير انتوا كنتوا بتشوفوهم قبل كده. يمكن كان لنا غلطات قبل كده، بس والله ما كانت مقصودة. أي غلطة احنا غلطناها قبل كده ما كانتش مقصودة نهائي. فتعالوا نفتح صفحة جديدة مع بعضينا. فهل رح يقدروا يغيروا آراء الناس بالأيام المقبلة؟ يمكن ايه ويمكن لا. شاركونا رأيكم كمان بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر اللايك مشان توصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول. بشوفكم بفيديو جاي.